قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إنه جار إعداد نموذج اقتصادي جديد للاستثمار في مجال البترول لجذب الشركات العالمية الكبرى سعيا للاستغلال الأمثل للثروة المعدنية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي. جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام ندوة المعادن الاستراتيجية في الدول العربية التي ألقاها نيابة عنه جيولوجي فكري يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية، ونظمتها هيئة الثروة المعدنية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. وأضاف الملا أن الوزارة تستهدف من خلال خططها الحالية والمستقبلية إقامة صناعات مكملة لمعالجة الخامات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية بما يؤدي إلى تأمين احتياجات السوق المحلية فضلا عن تحقيق أعلى قيمة مضافة وعائد اقتصادي أفضل للدولة من تصدير الفائض للخارج.